أهلا بكم من جديد. قال مراسل أخبار الآن في حلب إن قوات النظام نفذت إنزالا جويا في قرية بلاس في محاولة للسيطرة عليها، فضلا عن محاولة اقتحام قرية كفر عبيد في ريف حلب الجنوبي. يأتي هذا في وقت دمر فيه الثوار دبابتين لقوات النظام بصواريخ التاو المضادة للدروع خلال الاشتباكات التي تقوم فيها الطائرات الروسية بتغطية مكثفة لمحاولة تقدم النظام مستهدفة مواقع الثوار والمناطق الآهلة بالسكان. عبر سكايب معنا مباشرة من ريف حلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي مراسل شبكة الوراق الإخبارية. بهاء مساء الخير، أهلا بك معنا. غطاء جوي من قبل الطيران الروسي وتقدم بري عسكري على الأرض من قبل قوات النظام، محاولة للسيطرة على قريتي كفر عبيد وبلاس، أريد منك تفاصيل وأيضا لماذا هاتين القريتين، ما أهميتهما، لماذا يحاول النظام الآن السيطرة عليهما؟ نعم، قوات النظام تريد أن تتقدم في ريف حلب الجنوبي في أي قرية وفي أي منطقة، ولكن هناك قرى لها أهمية أكثر من غيرها. فقرية بلاس وأيضا لها أهمية كونها على مرتفع وتطل على عدة مناطق. النظام يسعى بالسيطرة على المرتفعات في ريف حلب الجنوبي ليسيطر على مناطق أخرى من دون أي اشتباك بالقصف فقط. فأيضا هذه المنطقة لها أهمية كما ذكرت. أيضا الاشتباكات الآن تدور في قرية بلاس وأيضا في أطرافها طبعا، وأيضا تدور في عدة مواقع في أطراف بلدة أبطين. نحو النظام يحاول أن يتقدم نحو بلدة شغيدلة، وأيضا يحاول أن يتقدم نحو بلدة في ظل اشتباكات قوية تدور في أطراف هذه البلدة، في التلال الموجودة في أطراف بلدة خان طومان، معارك لن تمر على مدينة حلب كقوتها وأيضا كشراستها. فيستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة، والنظام حشد لها بعناصر من ميليشيات طائفية وأيضا نعم. من العدوان الروسي الذي يسانده في القصف، فيغير على مناطق الجيش الحر في تلك المنطقة بعشرات الغارات بشكل يومي، نعم. إضافة لقصف ميكروباصات وبقصف صاروخي بشكل يومي أيضا. وأيضا بالنسبة للجيش الحر ما زالوا مستمرون في صد هذا العدوان وفي صد هذه المحاولات، ومجزرة الدبابات لم تتوقف. فاليوم كان هناك 4 دبابات، 3 منهم في جبهة بلاس، وأيضا نعم وهناك دبابة في جبهة نعم كفر عبيد المحازية لهذه طيب المنطقة، إضافة إلى بهاء، أيضا الأنباء الواردة من الداخل تفيد بأن طائرات روسية كثفت من غطائها الجوي لكي ربما تفسح المجال للتقدم البري لقوات النظام. هل كان هناك قصف من قبل طائرات روسية؟ هل استهدف مدنيين؟ هل كان هناك أي ضحايا جراء هذا القصف؟ العبارة الأصح بأن الطيران الروسي لا يغادر تلك المنطقة، لا يغادر نهائيا، ويستهدف بشكل مباشر للمدنيين وللمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر، ويترك داعش تمرح و يترك داعش تنظيم داعش يمرح في مناطقه. فالاستهداف للجيش الحر كان بشكل مباشر، وأيضا من أجبر المدنيين على الذهاب من مناطقهم هو العدوان الروسي وتقدم النظام الأخير. أكثر من 100 غارة خلال 5 أيام استهدفت بلدات ريف حلب الجنوبي، وبالإضافة أيضا لقصف بعشرات قذائف بشكل يومي. بلدة قليصة منذ يومين أنا شاهدت بعيني هذا القصف المكثف على هذه البلدة بأكثر من 100 قذيفة صاروخية مدفعية خلال ربع ساعة فقط أو نصف ساعة. هذه المسافة أو هذا الوقت، هذه كمية من الوقت تتعرض لهذا الكم من القصف، فما بالك عن يوم كامل. فهناك قصف مكثف كل معنى الكلمة، وهناك تمهيد من قبل طيران العدوان الروسي بشكل واضح طيب. وبشكل قلت بها مرئي. بأن المدنيين تركوا منازلهم جراء هذا القصف، إلى أين نزحوا؟ من كان الحظ معه استطاع من الحصول على خيام بسيطة وخيام لا تصلح للعيش حتى، والحظ ومن لا يملك حظ وبقي في العراء في الأراضي الزراعية البعيدة قليلا عن بلدات الريف الجنوبي، هم ذهبوا إلى مناطق يعني تحمل قليل من الأمان. ولكن كل شبر في سوريا من مناطق الجيش الحر نعم تعرض لقصف عشوائي ولقصف مكثف، نعم ومنهم من ذهب المخيمات الواقعة بين الحدود السورية التركية، ومنهم من استطاع الذهاب إلى تركيا. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا بهاء الحلبي مراسل شبكة الوراق الإخبارية، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من ريف حلب، شكرا لك.